يشهد شاطئ كوتاما بقلب بلدية جيجل هذه الأيام تدفقاً للباحثين عن المتعة، وكأنهم يمارسون حياتهم اليومية كما لو أن الأمور عادية رغم وعيهم بمخاطر الوباء، لكنهم في التطبيق أمر آخر. هم قلقوا الدراري من الحجر الصحي، هكذا الدار بزاف عليهم، هكذا ساعة ساعة نخرجوهم بشرط بعد عن الناس بعد على الفوضى. كنشوف أنا باللي كاين دي بارون خرجوا مع أولادهم ونديري كورونا راحت ليا كيجيبوا ولادهم اوتوماتيكمون لازم يقعدوا معاهم سكيفيك ما هي المسافه الجسديه ما كانش. في اماكن عده من الشاطئ مجموعات من الشباب خرجوا بدورهم للترفيه عن النفس، وهم متاكدون انهم ملتزمون بالاجراءات الصحيه حسب رايهم. شحال حنا في الدار كرهنا مع رمضان تفهمنا كنا نلعبوا شويه تاع سبور هنايا شحال مي بعدين على بطانه اخرج مي احترم مسافه الامان ديجان واعيين من روحهم خرجوا داروا في مساحات رياضية ولكن مع التالي بأخذ احتياطات. ويبقى المحير جدا أن بين هذا وذاك تصدمك ذهنية بعض سكان جيجل الغير مفهومة، فرغم إدراكهم بمخاطر الفيروس إلا أنهم غير ملتزمين بقواعد الوقاية، ما يؤكد التناقض بين أقوالهم وأفعالهم.